يتحكم سفيان بجسمه جيدا في وضعية الجلوس، ولكنه يبدي اهتماما كبيرا بكل ما يجري من حوله، والدليل على ذلك تفاعله مع حركة الكاميرا. كما يبدي سفيان تفاعلا كبيرا مع الأصوات التي يسمعها من حوله ويبتسم لها، مستوعبا بذلك أن الصوت صادر من أمه. لذا كوننا أمهات يحتم علينا دوما إسماع أطفالنا أصواتا مختلفة وجعلهم يرون أشكالا جديدة. كما ينبغي علينا أن نكون على دراية بالإشارات التي يقوم بها الأطفال، إضافة إلى حركاتهم وتعابير وجوههم، لنكتشف مدى راحة الطفل أو انزعاجه من الأجواء المحيطة به، والتي تعكس بدورها مدى تفاعله وتركيزه على العالم من حوله. كما نرى، يمكن أن يقوم الطفل بأمور مدهشة خلال أول 60 شهراً من عمره، فهو ليس بحاجة سوى للمنبهات الحسية والتغذية الصحيحة لتخرج ما بداخله من إمكانيات. وهذا تماماً ما يعكس أهمية توفير الغذاء الذي يحتوي على مستويات عالية من الـ DHA، لوتين، كولين، ليساعدك في دعم تطور طفلك الجسدي والفكري والاجتماعي.